السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بشرح السيشن الأول كملخص، ملخص مهم جدا. يلا على السريع لأن إن شاء الله يكون 20 دقيقة مخلصين هذا الملخص. شوفوا، أول سؤال يقول لك تعريف السايكولوجي. هذا التعريف جدا مهم. شنو تعريف السايكولوجي؟ جيبه كام سي كيو، جيبه كشورت أنسر، ما يحتاج أن أنوه. كل الأشياء اللي راح أذكرها بهاي المحاضرة هي مهمة. في التعريف السايكولوجي: The science of how people think, feel and behavior. هو العلم اللي شلون الناس تفكر، تشعر وتسلك. هذا العلم يدرس لي هذين الأشياء: think, feel, behavior. السؤال اللي بعده حتى ما يتأخر: psychology is important in شنو؟ شنو أهمية psychology؟ يقول لك شنو، يجيب لك سؤال هيك: what is the important of the psychology؟ زين، يقول لك شنو، مثلا تذكر لي احفظ لك اثنين مثلا يعني اللي تقدر عليهم: the promotion and maintains health، يعزز ويحافظ على الصحة. السايكولوجي يعزز ويحافظ على الصحة. يوقيني prevention and treatment of illness. بعض الأمراض ترى ما تعالج إلا عن طريق سايكولوجي، تعالجها أمراض تعالجها نفسيا. ف prevention and treatment illness. زين، identification of psychological factor that influence health and illness. شوف يقول لك يحدد لي psychology، يحدد لي العوامل النفسية اللي تأثر لي عني من على الصحة والمرض. psychology فعلا عن طريق علم النفس حد نقدر نحدد العوامل النفسية اللي تأثر لي على الصحة والمرض. فإذا قلنا إنه يعزز لي promotion and maintenance health، يعزز لي الصحة يعزز ويحافظ على الصحة العفو. prevention and treatment of illness يوقيني ويعالج الأمراض ويحدد العوامل النفسية اللي يعالج الأمراض. زين، وبعد شنو هاي حتى تحفظ بسامعتي، يشكل لي السياسة الصحية، يشكل لي السياسة الصحية health policy formation، أو تقدر اثنين كلش كافي. زين، احفظ اثنين اضبطهم كلش كافي. زين، model of medicine and associated factor. شوفوا عندنا اكو شيء قديم كنا نستخدمه، اكو موديل قديم كنا نستخدمه. شنو هذا الموديل؟ يسمونه بايو ميديكال موديل. بايو ميديكال موديل، هذا الموديل هو قديم، اللي على يا فاكتور يعتمد فقط على الفاكتور البايولوجي فقط، يعني يعالج الانسان فقط الشيء العضو المصاب يصلحه، وهذا هو، ما يفكر بالحاله النفسيه، ما يفكر بالحاله الاجتماعيه اللي اثرت على المريض. من اسمه بايو ميديكال، بايو فقط على البيولوجي. زين، الثاني بايو سايكو سوشيال موديل، هذا جدا مهم. يجوز يقول لك اوصف لي البايو سايكو سوشيال موديل، تقول له هذا يعتمد على ثلاث فاكتورات. بايو يعني حتى يعالج الانسان يعتمد على ثلاث فاكتورات: بايولوجي، سايكولوجي، وسوشيال. من تجزئها من الاسم: بايو بايولوجي، سايكو سايكولوجيكال، سايكولوجيكال، وسوشيال. يعني هاي، شوف من هذا المصطلح تقدر تحدد اني هذا حديثا طبعا، وهذا قديما، هذا قديما وهذا حديثا، جدا مهم كل واحد وفاكتات. زين، other than medication what else might be دكتور recommend. يعني يقول لك انت فد كيس يعطيك هو بالامتحان ويقول لك هاي هيك مريضه وهيك مدري شنو، يقول لك اعطيني شيء فد غير العلاج غير الدواء، شنو ايش تعطيها، ايش توصف لها، ها ايش تعطيها؟ تقول لها بايو سايكو سوشيال فاكتور، تعطيها هاي العوامل اللي منها من ضمنها العوامل النفسية. زين، قل لها مثلا اهتمي ابتعد عن الكآبة، ابتعد عن الدبرشن. اهم شيء تعالجها نفسيا، مو بس تعالجها كبايو. زين، فتعطي هذا جواب مرتب، او انت تتغير جواب، يعني اي شيء يعني يدعمها نفسيا فانت تقدر تكتبه. المهم شيء غير الميديكيشن، غير الحبوب هاي سوات. What is the cognitive function؟ What is the cognitive؟ هاي جدا مهمة. شنو ال cognitive function؟ حفظوا ياي هاي العبارة: ذاكرتي اتجهت وبالحكم تركزت يا سبب فتحت باب المدرسة. هاي ما ندرجس. فذاكرتي اتجهت، شوف من يقول لك cognitive function عندنا memory، الذاكرة، يعني شلون نقيس انه الانسان الكوجنيتيف مالته، يعني الذهن مالته مضبوط،
ماشي عدل، يعني ذهنه صحيح، ذهنه سليم، فمن خلال اختبرك بذاكرته. شوف ناخذ شويه اخر، هنا ذاكرتي اتجهت، ذاكرتي شوف هاي ذاكرتي اثنين اتجهت، اورينتيشن اورينتيشن اختبره بالاتجاهات زين، حتى اشوفه تشوف الكوجنيتيف فانكشن مالته. ثلاثه اتنشن اند كونسنتريشن، اتنشن اند كونسنتريشن يعني شنو؟ التركيز، اشوف التركيز مالته تركزت، وبالحكمي تركزت وجزمت الحكم، واخر شيء السببيه، ذني اشياء تختبر بها الكوجنيتيف فانكشن، تحفظ اربعه كافيه. سين السؤال اللي بعده حتى متاخر، why important to study the diversity، شنو ليش احنا ندرس الدايفرسيتي، ليش ندرس الاختلاف؟ الدايفرسيتي انه الاختلاف بين البشر، ليش جاي ندرسه؟ اول حفظ ذي النقطتين، to increase their knowledge and awareness of the diversity their patient، حتى يزداد عندنا العلم والادراك بالاختلاف مال المرضى مالتنا، حتى من يجونا ناس مختلفين عنا، فد مرضى مختلفين عنا، نعرف شلون نتعامل وياهم، مو يجيك مختلف فد شخص مختلف عنك بشيء بسيط ما تعرف شلون تتعامل وياه، فيقول لك راح يزيد عندك لما تدرس دايفرس، راح يزيد عندك المعلومات والادراك بالناس بالبيشنت المختلفين. زين تو انكريز يور اويرنس اوف ستيريوتايب اند هاو تو تشالنج ذيم، راح يزيدك الادراك بالستيريوتايب، شلون شلون تو تشالنج ذيم، يعني شوف هاي نا بس هاي كلش كافي، راح يزيد لك الادراك بالستيروتايب، الستيروتايب التعميم، التعميم، فاذا انت ما فهمت الناس المختلفين راح تعمم عنهم في صفه سيئه، صح ولا خطا؟ لكن اذا فهمت الاختلاف مالتهم فما راح تعمم في صفه سلبيه، راح تعمم في صفه ايجابيه، فانت اذا نحفظهن افضل ما يعني تقران كلهم تحفظ شيء معناته، فاذا الاثنين اقول كافيات، والثاني احفظ معناته من الناس ستيروتايب، لانه اصلا موجود من مزمه، من يجيب لك اياه زين وانت كتبت له يعني. Why is human diversity relevant؟ هذا جدا مهم، هذا السؤال جدا مهم، جدا مهم، مكرر بكثرة يعني، ليش الـ human diversity يعني مهم أو متعلق، ليش هيك؟ يقول لي يابا ليش؟ لأن الناس مختلفين، بمن مختلفين؟ الناس مختلفين، تقول لي لأن الناس مختلفين بالخدمات، بالمشاكل الصحية، كل واحد مشكلته صحة، كل واحد diversity مالته، كل واحد عنده مشاكل صحية مختلفة، مختلفين بأسلوب الحياة، مختلفين بالخدمات الصحية، مختلفين شوف تذكر لك النقطة، بالاعتقادات الصحية، مختلفين بالاحتياجات الصحية، مختلفين بالسلوك الصحية، تحفظ لك أو يحفظنا كله، هذا سؤال مهم، كلش مهم هذا، يحفظنا كله. زين good medical practice must treat all parents fairly and with هاي جدا مهم كMCQ، قل لك لازم تعالج الناس كلهم بمن باحترام. خوش stereotype، هاي تعريف stereotype راح ناخذ بالمزمة بعد شوية، زين هسا طالبكم المزمة stereotype اللي هو تعريف هسا بعد شوية. زين شنو ادفانتج؟ شو الستيريوتايب؟ هو التعميم، تعمم في صفه عن الناس، زين تعمم في صفه عن الناس. ادفانتج ميك يوزفل شورت كات وافويد انفورميشن اوفرلود، انه انت راح تصنع فد مختصر، يعني انت من تعمم ما راح تحكي كلام هواي على الناس، لا راح تحكي في صفه عنهم، مثل تقول دول اولد بيبل ريجيد، يعني صلبين بالتعامل. شوف استخدمت فد كلمه واحده مختصر، فحلوه الاختصار جد حلو، زين فيقول لك هو ميك يوزفل شورت كات، فيجيب لك شنو ادفانتج مال ستيروتايب، او مرات يجيب لك شنو ديفينيشن، وهذا هو الشائع جدا، هو هذا مكرر، بس مرات يقول لك شنو الادفانتج، اهميته انه راح نستخدم شورت كات، كلمات قليله لما نسوي ستيروتايب، وافويد نشوف نفس الشيء، avoid information overload، يعني تجنب تحكي هواي معلومات، نفس الفكره. شنو ديز ادفانتج؟ ها راح يخليك discrimination، راح تميز، راح تسوي تمييز، راح تسوي راح تصير عنصري، بريجيديوس راح تتحيز، الستيروتايب راح الديسادفانتج مالته شورتين discrimination وبريجيديوس، فما يقول لك شنو الادفانتج مالته؟ تقول له يسوي لي شورت كات ويتجنب المعلومات الاوفرلود والديسادفانتج discrimination وبريجيديوس. زين جدا سؤال مهم، جدا سؤال مهم، شنو سولف له على الستيروتايب الخاصه بالاولد بيبل، جدا مهم. اولا
intellectual deterioration is the norm. إنه إنه إحنا نظرتنا عن الناس الكبار إنه عندهم مشاكل بالذهن intellectual مشاكل ذهنية لما يكبرون. هاي النقطة الأولى. اثنين old age is period of stagnation. stagnation يعني فترة ركود. دول old age يكون يصير عندهم فترة ركود. all people are unable to adapting to change. انه ما يقدرون ما عندهم القدره على التغيير ما عندهم القدره ما عندهم القدره على التكيف والتغيير زين ما عندهم القدره على انويت يعني الاختراع ما اعرف شلون المصطلحين لفظ all people tend to be rigid. شوف 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 احنا هيش نظرت عنهم جدا مهم هذا السؤال موجود مزمه ومهم ومتكرر بكثره يعني زين يقول لك هذه الامسيكوات مهمات جدا كروس سيكشنال ستدي امباثي جراديوال لاينر ديكلاين ان اي كيو ثرو اوت ادلت لايف اكسيتنج افتر يعني شنو يقول لك هاي اكو سووا دراسه شافوا انه درجات الذكاء تنخفض شوف شوف ديكلاين تنخفض بعد عمر السبعين ممكن يجيب لك امسيكو ممكن يجيب لك شوت انسى ويقول لك بعد فراغ عمر يا عمر قل عمر السبعين هذا جابه انه جدا مهم بالفورماتيف the most age sensitive component يعني اكثر شيء يتاثر بالعمر اكثر شيء شنو اللي اكثر شيء يتاثر بالعمر من ناحيه الانتليجنس شنو اكثر شيء يقول له processing speed سرعه المعالجه هسه انت وانت شاب لما الدكتور يشرح عندك سرعه معالجه بسرعه تستقبل المعلومه بسرعه تفهم وياه بسرعه ترد عليه بسرعه تستجيب شوف لما بتكبر بالعمر لا تقل عندك هاي القابليه اللي هي بروسيسنج اوف سبيد راح اوضح جاي اوضح حتى تقدر يعني تفهم مو بس تحفظ شو ما كان تايب اوف انتليجنس ها جدا مهم عندنا شنو التايب اوف انتليجنس كريستلايت وشنو وفلويد الذاكره هاي الفلويد المرنه هاي لا الكريستلايت يعني مو المرنه يعني الصلب خلينا نقول الكريستلايت مو المرنه فيقول لك شنو التايب اوف انتليجنس قال الاثنين كريستلايت وفلويد الكريستلايت يعني تعتمد على النيرنت سكيل والنولج على المعلومات والمهارات اللي انت تعلمتها سابقا فخاف يقول لك شنو هذا جاي فاينل شنو معنى كريستلايت انتليجنس قال له يعني انه تعتمد على النيرنت سكيل اند نولج اما الفلويد لا 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 هاي تعتمد على تجارب حياتنا يعني ما تعتمد على شو اسمه شو اسمه المعلومات والليرنت سكيل اذا تبدون اوضحكم اياها بعد شويه بصمه حتى ما نتاخر why the memory gate was ها جدا مهم هذا السؤال because effect ها ليش الميموري تتاثر مع العمر مع زياده عمر اقول له because effect of disease بسبب تاثير الامراض ليش نقول إنه كبار العمر تتأثر الصحة مالتهم بسبب هذه أمراض ديمينشيا الزهايمر ديزيز MCI اللي هي مينيمال كوغنيتيف امبيرمنت حتى تذكره بس اثنين دين كافي إنه تقول بسبب الديمينشيا لما الإنسان لما يكبر يصير عنده ديمينشيا ويصير عنده زهايمر ديزيز بالتالي تتأثر الذاكرة مالته فأقول لك why the memory get worse يصير أسوأ مع زيادة العمر جدا مهم السؤال the most influenced idea where those Erickson with his life stage and ها جدا مهم شنو الاكو إريكسون خلانا في مراحل الحياة زين مراحل الحياة شنو مراحل الحياة قال انه young adult تكون عندهم هاي الصفتين المتعاكستين intimacy و isolation يعني معزولين اما معزولين او يكونون شنو يعني intimacy هيك متحابين يعني مش اجتماعيين هيك يعني هيك هالمعنى intimacy عكس isolation هاي شنو young الميد adult فترة اللي اكبر من young يكونون generation and stagnation طبعا صفتين يعني لو يولدون ويخترعون ومدرشيني وهاي أو stagnation يعني يوقفون يركدون هذا العمر ال old age integrity or despair لو هم despair يأسون لا والله لو هم شنو ما يأسون بهالمعنى integrity زين فذا النقاط جدا مهم هذا يعني مثل المكرر يمكن 70 مرة يعني في الأشياء كلها مكررة ومهمة factor that determine social context of aging يعني شنو يقول لك هنا العوامل اللي تحدد لي السياق الاجتماعي للشيخوخه او يعني شنو العوامل اللي تحدد لي انه هذا الشخص صار كبير العمر زين factor that determine social اشياء اجتماعيه اللي تحدد لي انه الشخص صار كبير عمر aging
family, his friend. يعني مثلا هي شاف اوصل هيك انه صارت عنده عائله كبير فهو كبر بالعمر, صار اصدقائه شوف اصدقائه كبروا فهو صار صديق كبير. زين work and retirement يعني العمل, العمل وصل مرحله التقاعد. شوف هذا كل دلالة انه شنو, على انه كبير الامر. اخر شيء death and ها شوف شو يقول, يقول لك راح اموت خلص لي وتلاحق روحي. فيعني هاي كل اشياء انه دلي هاي سياقات اجتماعيه social context تحدد او فاكتورات تحدد لي انه هذا صار aging. هذا ما اعرف شنو يقصد بيه, يعني ما اصلا ما بتكون مزمن. آخر شيء هاي جدا مهم جدا مهم جدا مهم. Conclusion: old age is the most unaccepted of all things that happen to man. هي كل الأشياء يعني يقول لك إنه هذا العمر ال old age راح تحدث هواي أشياء غير متوقعة غير مدروسة. زين unaccepted راح تحدث لهذا الرجل, فتحدث هواي أشياء unaccepted ما متوقعة ما مدروسة. زين فما يصير تقول عليهم دولة تنظر عليهم نظرة سلبية وتعطيهم ستيريوتايب سلبي انهم ستاغنيشن والى اخره من الاشياء. هاي خلاص شو اسمه الملخص, فالملخص جدا مهم وبأسئلة هواي مهمة. زين نروح للشنو للمزمة, نجي المزمة الاولى تعالوا وياي. هنشوف شنو الاشياء المهمة بالمزمة اللي ما ذكرناها. هاي ذكرناه جدا مهم, شوف هذا البايو سايكو سوشيال موديل هذا اللي ذكرناه قلنا يعتمد على ثلاث فاكتورات السايكولوجي البيولوجي السوشيولوجي والسوشيولوجي, كل واحدة تحفظ عليها أمثلة, كل واحدة تحفظ عليها أمثلة خوش, كل واحدة تحفظ عليها كم مثال. ليش لأن مثل جايب سؤال the biological factor that influence behavior and mental activity, so اعطيني البيولوجيكال فاكتور اللي تأثر لي على السلوك والنشاط الذهني والسلوكي. شنو البيولوجيكال فاكتور؟ تذكر لذني. زين خوش شنو بعد أشياء مهمة هذا ذكرناه. Why is human diversity is relevant يعني متعلق جدا مهم هذا السؤال نصا هذا يجي هاي كMCQ انه لازم تعالج باحترام. تعريف الستيريوتايب جدا جدا مهم, هي generalization التعميم, التعميم اللي احنا نصنعه we make about specific social group حول مجموعة معينة من الناس and member of those group واعضاء تلك المجموعة, هو التعميم اللي نصنعه حول مجموعة من الناس وأعضاء تلك المجموعة. هذا جدا مهم, هذا ستيروتايب كتعريف. السكيمات جدا مهم هذا التعبير, هو member of group share some characteristic, هو أعضاء مجموعة, أعضاء المجموعة يشتركون share some characteristic بعض الخصائص. حفظوا هذا التعريف جدا مهم. definition of the ستيروتايب عن سكيمات واي جيد فاينل. ها ذن المهمات انه الستيروتايب, الستيروتايب هو يعتبر شنو كوأجنتيف كومبونت, كوأجنتيف كومبونت. زين يعني انه انت تنظم المعلوم organization of schemata knowledge in schemata يعني شنو معناها انه انت هسا اكو كيس بالاخير راح اشرح لكم هاي الفكره مال بس السيرو تايب شي يكون كوجنيتيف كومبوننت. بريجودايز هو التحيز جدا مهم. التحيز خاف يجيب لك اياها دا يعني تجي دا وجاب انه هواي النيجاتيف بالسيرو تايب. النيجاتيف سيرو تايب اذا كان السيرو تايب مالتنا نيجاتيف يعني نظرتنا على الاولد ايج مو زينه مو زينة فراح تأثر على سلوكنا, تأثر على عواطفنا. البريجودايز معناه الإيفاليويتف معناه الأفكتف, هو عنصر العاطفة. فأكيد إذا كان نظرتنا عن كبار عمر هي نظرة سلبية فراح تأثر على عواطفنا لو لا نعم. فشوف فالنيجاتيف ستيريوتايب راح تأثر على من؟ راح تأثر على البريجودايز. أصلا النيجاتيف ستيريوتايب lead to شنو؟ lead to بريجودايز تؤدي إلى التحيز. هاي جابوها هواي مهمة. والديسكريمينيشن هو البيهيفير كومبوننت. الديسكريمينيشن هو شنو؟ هو البيهيفير يعني انت تتميز مو بالعاطفة انه راح تتميز شنو كسلوك, سلوكك راح تتميز ما تعالج علاج صحيح.
اذا كنت انت مطي نيجاتيف ستيريوتايب يعني انت في صفه مو زينه مطي فراح تعامله اياه بسلوك سيء سلوك سيء زين. هاي جدا مهم النيجاتيف ستيريوتايب اما تؤدي الى بريج دايس هاي هواي جايبي وهاي تحفظون هاي العناوين الرئيسيه كل وحده عنوانها البريج دايس هو ايفالويتنج ان افكتنج كومبوننت ديسكريمينيشن بيهافير كومبوننت والى اخره. هذا كيس استدي اسئلته موجوده نصا بس عندك هذا السؤال اللي قلت لكم اياه describe how normal normal human cognitive function can lead to stereotypic thinking شلون التفكير الاعتيادي التفكير الطبيعي يؤدي لي الى stereotype. شوف هاي كيس صار وياها عدة تجارب واحداث هاي المرأة صارت وياها عدة تجارب واحداث فمن صارت وياها هاي التجارب زين فبقت يعني كشي طبيعي بقت هاي الافكار وين بالذاكرة خزنتها زين خزنتها هاي المرة خزنت هاي الافكار مالت التجارب اللي مرت بيها بخلال هذا الكيس زين التجارب السلبية اللي مرت بيها فخزنتها بالذاكرة انه بحولت هذه الافكار الى شنو الى سكيماته يعني شنو سكيماته يعني حولتها الى مختصرات فد كلمة مختصرة يعني حولت الى انه التجربة اللي مرت عنها انه التجربة مرت عنها فد سلبية فد رجد انه قال انه دول الناس اللي تعاملت وياهم دول ناس رجد زين انه بهاي الرجد تحولت الى سير تايب فبدت اول شيء انه نخزنها بالذاكرة هاي الافكار طبيعيا والتجارب اللي صارت وياها سلبية راح تنخزن بالذاكرة انه حولتها بواسطة الكوغنيتيف بروسيس الى شنو الى سكيماته انه من سكيماته صارت سيو تايب. هذا جواب لهذا السؤال ذن كل الموجودات هذا MCQ موجود نصنا حاليا. الليكتشر الثاني على السريع تعريف الشيخوخة هذا كل السهل انه راح يصير عندي انخفاض بعدة وظائف decline بعدة وظائف انه function of all the body راح تضعف. اكو سؤال جايبينه يقول لك a college say that all people is a period of stagnation why is your college wrong why is later in life not a period of يعني يقول لك انه زميلك اقترح انه قال دول الكبار عمر يمرون فترة ركود هل تتفق ويا صديقك هل تتفق ويا صديقك تقول له لا يا با ما اتفق ويا صديقي ليش لان شوف many older person العديد من older person retain the cognitive ability and physical capacity العديد من الناس الكبار هم محافظين على الكوغنيتيف ابيليتي محافظين على الفيزيكال كاباسيتي محافظين عليها خوش. هذا سؤال فاينل كل هاي الاسئله هي فاينل كل هاي الاسئله اللي ذكرتها فاينل زين. تعريف الجينيروتولوجي هو العلم اللي يدرس الايجنج يعني كبار العمر. تعريف الايجزم هو التحيز والتمييز ضد كبار العمر. خاب يجيب لك what is the definition of the ageism هو صح ما ذكر بالملخص بس هي اشياء مهمة بعد شنو 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 هاي الامراض اللي تأثر على ذكرناها اللي هي الزهايمر ودمنشي هاي ذكرناها شنو هذا ذكرناها بالملخص هذا ذكرناها بالملخص هاي ذكرناها الكريستلايت والفلويد الفلويد معناها هي حل المشاكل حل المشاكل شوف problem solving هي حل المشاكل يعني هاي حل المشاكل ما تعتمد على خبرات سابقة وكذا وهاي هي حل المشاكل without period training يعني انت ما متدرب عليها سابقا تجي هي مرنة قبل تجي صارت مشكلة قبل تحلها فاجئتك مشكلة قبل حليتها ما متمرن عليها سابقا خوش. شنو الباد نيو هذا جدا مهم هذا السؤال جدا مهم يقول لك شنو الباد نيو about the aging and intellectual شنو الخبر السيء حول العمر حول العمر زيادة عمر انه هواي ابحاث نقول انه الكوغنيتيف فانكشن راح تقل الوظيفة الذهنية راح تقل هذا جدا مهم هذا جدا مهم زين شنو الخبر الجيد لا والله يقول لك خبر جيد انه لا الانتلكتشوال يبقى مستقر زين او بعض الافات يتغير بس بشكل قليل هذا خبر سيء وخبر حفظون ذني وهذا مهم بعد الخبر السيء هذا النهاية شرحت لكم
مال إيريكسون، هذا مال إيريكسون شرحناه، هاي العبارة راح أحفظوها كم سي كيو مشان دني كلهم مهماتين جايات بالفاينل. شوفوا دني كل جاي، هاي مثل جابونيا بالفورماتيف most stereotype view of behavior in old age are، يقول لك أغلب نظرتنا عن ال old age تكون شنو الستيريوتايب اللي صنعناها غير على الاولد ايج تكون شنو انيوكيت، مو دقيقه، مو دقيق صحيح، يعني نصنع دائما شكل سلبي. اكو هواي اولد ايج بالعكس منتجين وايجابيين. زين اولدر بيبل از ا جروب اور نوتيبل، يعني كبار العمر انهم يلاحظون عليهم باي ذير دايفرسيتي، هاي جابها كام سي كيو جدا مهم. ودائما تعميمنا عن عنهم generalization are even more unhelpful، زين انهم يعني غير متعاونين، ها كله خطا، يعني مو صحيح انهم هم كبار عمر غير متعاونين وها. زين بس نظرنا لهم او لاحظنا لهم بشكل مختلف، شوف notable لاحظنا لهم بشكل مختلف diversity وعممنا عليهم انهم غير متعاونين، هاي جدا مهم، هواي جايبها مكرره جدا هاي. اذا نشوف اذا كلهم جايات. زين later life is not a virtue، هذا صديقك قبل شوي قال انه كبار عمر انه stagnation، قل له لا والله الكبار عمر مو stagnation، مو فترة ركود. ليش؟ وتقول له اعطيني سبب، لان اصلا كثير من كبار عمر هم عندهم cognitive capacity، عندهم cognitive ability، عندهم physical capacity. زين هذا الجواب هم تقدر تجاوبه هيك، يقدرون يخترعون، يقدرون ينتجون. زين هذا انا اقول جواب افضل من هاي التكمله، جواب ارتب بعد. هذا جدا مهم، هاي قلنا جدا مهم، ذكرناه كام سي كيو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.